وهذه مبادرة غير مستغربة يعني لا من الزميل الإعلامي فهد السمحان ولا من أيضا الإعلاميين اللي بالتأكيد هم يحرصون على تكريم من يقدم الرسالة الإعلامية الهادفة. إحنا الإعلام منتشر وكبير وليس موجود فقط في السعودية ولا في الوطن العربي ولا في الوطن الإسلامي ولا في العالم، هو بالتأكيد في فضاء رحب، وتوصيل الرسالة الإعلامية تحتاج إلى مصداقية، الكل يستطيع أن يوصل هذه الرسالة، ولكن هل إيصالك لهذه الرسالة للمتلقي عن طريق مصداقية وبمصداقية متناهية، أم أنها فقط هي إيصال رسالة لكسب السبق فيها، ولكن هل هي تمتلك المصداقية أو لا؟ صحيح، المصداقية شفافية وتلقائية أيضا، القرب يمكن من المشاهد ومن المتلقي سواء من خلال الإذاعة أو من خلال قنوات الإعلام الجديد اللي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة واللي خرجت من الطاقات والمواهب الشابة اللي بالتالي بتساهم بإبداعاتها، واللي لابد من أن يكون لها فعلا جائزة وطنية ترعاها وتحفزها على الإبداع أكثر وأكثر. وهنا لعل هذه الجائزة أو غيرها من الجوائز تعتبر بمثابة يعني الشكر على الجهد وأيضا تحفيز لمزيد من الإبداع عند آخرين عندهم أفكار ولكن ما هم قادرين على اتخاذ الخطوة للأمام، ورغم أنه موجود عدد من التجارب الناجحة اللي بإمكانها نتحفزهم، فالجائزة الآن حتكون يعني محفز أكبر وأكبر لأخذ هذه المبادرة، وبالتالي أيضا تكريم الأسماء القديمة، الأسماء البارزة، الأسماء التي نستقي منها دائما العطاء ونبحث دائما في تجربتهم وخبرتهم، فلهم أكيد دائما الشكر والتقدير من خلال الجوائز ومن خلالنا، ولهم أكيد كل المحبة من خلال ما قدموه في خبرتهم وعطائهم من الأسماء العالمية البارزة، يعني سواء كان من رحلوا أو من هم على قيد الحياة ويستحقون التكريم. السعودي ولله الحمد إعلام زاهر ومزدهر، وإعلام دائما ما لديه شفافية ومصداقية في طرحه، ولله الحمد يعني ما نسمع إلا أشياء قليلة جدا أنه هناك رسالة إعلامية خاطئة أرسلت. كل رسائلنا الإعلامية ولله الحمد رسائل فيها مصداقية، وهذا ما يجعل الإعلام السعودي إعلام قوي ولله الحمد بوجود إعلاميين ووجود أيضا رسائل جيدة ترسل. نحب أن نشكر بالتأكيد كل من سيقومون على هذه الجائزة ويكرمون من خلاله الإعلاميين سواء في مجال التلفزيون أو في مجال الصحافة أو في مجال الإذاعة أو أيضا في مجال الإعلام الجديد الذي انخرط معنا مؤخرا. بالفعل ما ننسى أكيد أيضا مجال خدمة المجتمع. صحيح. ودورها الكبير اللي يعني شفنا عدد كبير أيضا من الإعلاميين اللي تميزوا في هذا المجال، وأيضا العلاقات العامة اللي أصبحت تقدم العديد من الخدمات في مجال المجتمع. بالتأكيد، وفي إطار الجهود البارزة التي تبذلها مدينة الملك عبد العزيز التقنية للتطوير وتوطين التقنية ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة، أقيم يوم أمس حفل تخريج 2 من المشاريع المحتضنة في حاضنة بادرة لتقنية المعلومات والاتصالات. وللحديث حول أهمية رعاية ابتكارات الشباب السعودي ووسائل الدعم لتلك المشاريع، يسرنا يكون معنا وعبر الهاتف مدير خدمة العملاء في حاضنة بادرة المعلومات والاتصالات المهندس طارق الشثري. حياك الله مهندس طارق، يسعد صباحك. يسعد الله صباحك. يسعد الله صباحك ويسعد الله صباح المستمعين. حياك الله، حدثنا في البداية عن برنامج بادر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرحب بكم ومشاهدينكم الكرام وأشكر لكم دعوتي للمداخلة على هذه المناسبة. نعم مهندس طارق، إذا سمحتنا بس ترفع على صوتك شوي الله يخليك. طيب أبشر طال عمرك. فبداية حبيت أصحح الاسم، هو اسم المشروع هو برنامج بادر لحاضنات التقنية. البرنامج هو أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. إذا صححنا يا مهندس طارق، هو مشروع بادر. أي نعم. فهو المشروع من احد مشاريع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. طبعا انطلق بداية عام 2008، وكان الغرض منه هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل الابحاث او مخرجات الابحاث الى سوق العمل التجاري، لان ما يخفى عليكم على المشاهدين الكرام أن يوجد فجوة ما بين مخرجات الأعمال البحثية ومخرجات
البحث والتطوير وبين السوق التجاري. فتم بالله الحمد انطلاق أول حاضنة من روي حاضنة بادرة تقنية المعلومات والاتصالات عام 2008، والحمد لله توالت الحاضنة بعده لحاضنة التقنية الحيوية وحاضنة التصنع المتقدم، والحمد لله إن شاء الله راح يكون بإذن الله قريب إن شاء الله حاضنتين في المستقبل، حاضنة الطاقة وحاضنة النانو تكنولوجي اللي هو التقنية المتناهية الصغر بإذن الله إن شاء الله. نعم، يعني مشروعين تم تخريجهم، وطبعا هناك مثل ما قلت عدد من المشاريع إن شاء الله اللي حتكون في المستقبل. ما هي وسائل أو أشكال الدعم اللي قدمت لهذه المشاريع المحتضنة لكي تكون ناجحة وتقدم ويتم إطلاقها من خلال هذا الحفل اللي أقمتموه؟ هو طبعا دورنا الأساسي في حاضنة بادر هو خلق البيئة المناسبة لنمو هذه الأعمال. فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تعاني في بداية وخاصة في المرحلة الأولى من حياتها صعوبة قد تواجهها من ناحية عدم القدرة على إطلاق هذه المشاريع. قد يكون صاحب المشروع مبدع في التقنية، قد يكون مبدع في الجانب التقني أو في التخصص، لكن في جانب الأعمال قد يعاني من مشاكل كثيرة. فهنا يأتي دور حاضنة بادر لتوفير البيئة المناسبة لنجاح هذه الأعمال. حاضنة بادر لا تضمن نجاح الأعمال، ولكن بخلال البيئة التي توفرها تحاول تقرير المخاطر ورفع نسبة النجاح بإذن الله لهذه المشاريع. نعم، ماذا عن حفل التخريج الذي كان أمس، وأيضا الابتكارات التي تم احتضانها من قبل البرنامج؟ وطبعا عدد المشاريع الآن في البرنامج ككل تعدت 50 مشروع في ثلاث حاضنات. حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات اللي تخرجوا منها 2 من المشاريع أمس بحمد، كان المشروع الأول اللي تخرج لشبكة اسم الاجتماعية، كان من أول المشاريع اللي تم احتضانها في حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات، وبدأ الاحتضان تقريبا في بداية معنا في 2008. الحمد لله والشكر لله النجاح اللي وصل له. لو تسمح لي أعطي بعض الأرقام عن النجاحات اللي وصلت لها هذه المشاريع. ما شاء الله، هي طبعا شبكة اجتماعية تعتمد على خدمة الاسم اس، هذا الفكر الإبداعي فيها. الآن ما شاء الله وصل عدد المستخدمين لهذه الخدمة 900,000 مستخدم، وعدد المدونات داخل الخدمة تعدى 10 مليون مدونة. من انطلاق الخدمة من 2008 وصل عدد الرسائل داخل الخدمة تعدى 2 مليار رسالة، بمتوسط 2 مليون رسالة يوميا، بالإضافة لحصول المشروع على جائزة وتكريم البنك الدولي في مشروع تقني تجاري ناشئ على مستوى العالم، واختير من ضمن أكثر من 750 مشروع تقني حول العالم. هذا بالنسبة فيما يتعلق بمشروع شبكة اسم الاجتماعية لصاحبه عبدالله الزامل. المشروع اللي تخرج آخر له موقع سما نور التعليمي للأستاذ عماد الدغيثر، بدأ معنا عام 2009. هو عبارة عن موقع يهتم بالمناهج التعليمية، يحتوي الآن على ما شاء الله أكثر من 200,000 عنصر بين الصوت وصورة. الموقع يقدم أكثر من 3,000 درس، ويستفيد من الخدمة هذه أكثر من 200,000 مدرس، وعدد زوار الموقع 5 ملايين من 200 دولة. طبعا ما الخدمة، الموقع هذا لا يخدم فقط المملكة العربية السعودية، بل هو على مستوى المنطقة بشكل عام. نعم، جميل. مهندس طارق، يعني الاستثمار الحقيقي والأمثل هو في استثمار العقول ورعايتها والمحافظة عليها. هل تجدون بأن هناك وعي بأهمية الحاضنات التقنية، وبالتالي استقطاب ودعوة رجال الأعمال للاستثمار في التقنيات الحديثة؟ ما خفيت بداية عانينا من في الموضوع هذا، لأن بالنسبة لمنظومة الحاضنات هي منظومة أو صناعة جديدة على المنطقة بشكل عام وعلى المملكة العربية السعودية، يعني عمرها قصير في المنطقة. فلما انطلق البرنامج من مدينة قبل عز العلوم التقنية، كان لابد أن يكون هناك توعية أو
لكل الأطراف المشاركين في المنظومة هذه، سواء كانوا من أصحاب مشاريع أو من مستثمرين أو من مؤسسات داعمة. فما أخفيك بذلنا جهد كبير على أساس بس نؤسس الثقافة هذه في البلد، ولله الحمد في يعني استمرينا الآن لنا 3 سنوات الحمد لله بدا يعني ثمار العمل هذا تظهر من ناحية رجال الأعمال، بدأ التوجه الآن وبدأ النظر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحكم أن هذا هي المشاريع المستقبلية. فإن شاء الله بإذن الله راح يكون هناك تشكيل أو هناك إدارة في برنامج بادر مهتمة في دعم المشاريع التقنية ماليا وتوفير الاستثمار المناسب لهذه المشاريع عن طريق رجال الأعمال، واللي جزء من تجهيز رجال الأعمال هو تثقيفهم كيف التعامل والنظرة لهذه المشاريع، لأن المشاريع هذه لها خصوصية لا ينظر لها كأي مشروع كبير أو لا ينظر لها كأي مشروع عقاري كما هو دارج في معظم المشاريع أو معظم الاستثمارات الموجودة في البلد. نعم، مدير خدمة العملاء في حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات مهندس طارق الشثري، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. الله يعطيكم العافية. شكرا لوجودك معنا أكيد، وشكرا على المعلومات الموسعة اللي تحدثنا فيها عن بادر لتقنية المعلومات، هذه الحاضنة اللي بتقدم الكثير من سبل الدعم وأيضا التمويل للمبادرين والريادين في مجال الأعمال اللي بإمكانهم يمتلكوا مشاريعهم، وبالتالي التواصل بينهم وبين الجهات الخاصة من رجال أعمال ومستثمرين وغيرهم. وشفنا أكيد مثل ما تحدث المهندس عن عدد من المشاريع اللي تم تخرجها بالفعل ولها نتائج إيجابية، وطبعا التوجه الآن لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد معرفي بالفعل يعني في العام 1445، لأن يكون هناك المحرك الأساسي هو الإبداع والابتكار، وأيضا يكون الاستثمار في العقول المتنامية الشبابية الوطنية لتتمكن من بناء الوطن وأيضا تتعامل مع الاقتصاد المعرفي. بالتأكيد نتمنى إن شاء الله نصل إلى هذا الاقتصاد، وهذا الذي تضافر الجهود للوصول إليه، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لي